8 أشخاص يمثلون عصابة إجرامية دولية منظمة اقترفت جريمة عابرة للحدود وحاولت إغراق السوق الوطنية ب50,000 طابع جبائي من فئة 500 دينار جزائري تم تقليدها وتصنيعها في بلد أجنبي وتم إدخالها عبر الحدود البرية. حاولت هذه العصابة توزيعها أو ترويجها في وسط الحضري عند الأكشاك المختصة في بيع هذه الطوابع. قيمة المحجوزات تقريبا 49,500 طابع بريدي جبائي مزور، قيمتها الإجمالية 2,500,000,000 سنتيم جزائري. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة دائما تمكنت الفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من تفكيك عصابة قامت بتزوير مبلغ من العملة الوطنية. تم استرجاع حوالي 20,000,000 سنتيم مزورة كانت سوف تروج على مستوى حي باب الواد بالعاصمة. تعمل الفرق الجنائية للشرطة القضائية بصرامة على الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خطر مثل هذه العصابات.